عزيزتي ليندا، ها أنا وسط هذا الجمع الحنين من أهل أبناء أفزروك شنو، وأنا أحظى باستقبالهم الجميل لي ولفريقي. تقع قرية أفزروك شنو في الطريق بين زاخو ودهوك، وتتكون من وحدات سكنية بسيطة عبرت وتعبر عن تجمع الناس منذ القدم قرب المياه والمراعي. ولا تتوفر مصادر كثيرة عن أصل تسمية القرية سوى ما وصل إلينا عن طريق الحكايات التي يتناقلها الآباء عن الأجداد. أي شبا تيلا أخا سنة 30 أخا ممر بابا واتن أخنا لتوالا ليه أخوه هو أني ممر متولة شمت ماتا أفزروك معنى أفزروك خدوت إتوى قمايا كرمك كمر أخوة كرمك دوت كمري وزوري زوري نابي شمت داو دوت زوري وا مرن ما تخو شمت ماتا أفزروك زوري أفزروك يعني شمت داو تلاولا متولا أفزروك شمت أفزروك خشمة قديمة له أفزروك بكردي له طبعا أف يعني ماي له طبعا زروك زيري يعني خا اتخدو دا كمريلا زيري يعني بكردي كمريلا كرم شمح قمديخ هولويدح أفزروك أفزروك يعني ماي دن دود كمريلا زروك أول الشمح ومن قديم يمكن إيبا تقريبا 80 شنة بش قصام 80 شنة تقريبا أو شمه إيدي هذا أفزروك ميري أو أفزروك ميري لا أرد حكومة إيوا أنا زل إيتاما ولا طالهن أخرا أتملاكي إيوا أو دا ملاكي لزراع إلى ليلة ملك الديان أو أرد بقي لملاكي لي شم بدأ يا متولان أفزروكي ميري لا ميري يعني ماتا متروكي وا متروكي وا أنا زلة دري لا وش ماش ميري طالع كل القرى في أرجاء زاخو على الشريط الحدودي انحدرت أصلا من أقصى الشمال لا سيما بعد الاضطهاد الذي حصل بحق الأرمن خلال فرمان الإبادة عام 1915. طبعا قبل 80 شنة أنا كوتشرات ولي أتوالي أربة
وكوينه ويلي، ومن كوينه تالا اخا محول له اخا محول له يا ماتا والاب زروكي. وشنو بنا له خمك يا بيته وانا مهني مني اخا قصه ها مخربط وقصه قصه ودو حل ده. اخنا اصل ديان من قزنخ الي من قزنخ ولا نأتيه بابا واتن اخنا لتوالن تيلا من كوشرناي خطله من قزنخ فرمني واكي ما هيوا خطله من قزنخ تيلا من دني كوشرناي هاجاي من نهي عشلي تيزي والزوزاني بطر اربا اربا اتوالي كبيرة من نهي كيزي وكيزي وكي لك اصراش اللي خمشة سرش اللي من نهي زل زوزان ونختلي. وبعدين لا بشلي لا بشلي اخونا بشلي اكن جيد ماتا تيلا لو ماتا او ماتا بنك ولي طال الملاك كي من هاي اخا جيبي بودلنا اخون فلاحة واربونا اخون ولي طالا وتيلا لو ماتا وما اشلا اخا أصل دياحن من قزنخ من تركيا تيلي هيش بزمان يمكن عثمانية قبل عثمانية تيوالي آني كوچرات ويلي مختميري قبل ده تيلي أخل أبزروكي يعني شاتتي يمكن قبل طلاتياتة تيوالي أخا إيه بشم يعني يمكن عشرينات ويلي أي قد تيلي كوچرات ويلي أتوالي أربة تيلي أخا فما عيشة دياحن رش أربة ويلا لتوالي شمندي لتوالي زروتا بس أربة ويلا وبني تشول عن الخازوتني له وبيقى بني لخمك بيتواني تقانيحن بس كنا يا أخب أفزروكي ناي أفزروكي تقريبا أنا بجاني ولي إتيان كليا جاوي أن شو يترشن ولي كليا جاوي ولا يا بالزوداء أن بقرة العمري عمر دي زودة لي شوي تري حل شوي خمشة لي حل شوي خمشة شنة تليها عمر دي أن شوي تري شنة أبذروك أمر تيلا بس تخروني وزمان بابا واتا وحلي دا أبذروك ولا تي قاوة وكل سراي لي وكل مشيحة لي تجولت في أنحاء القرية الصغيرة الوادعة بأهلها وهوائها النقي، وكان بصحبتي مختار القرية وبعض أبنائها الذين شرعوا يشرحون لي تفاصيل دقيقة عن طبيعة حياتهم وعن فرحتهم بالعودة إلى القرية من جديد. كانت معيشتا كم نطالق رش خطيوة وقربة كم دي خلنا لتوالا دواري كم بريوال عربي بغل اتوالا بداني كنت بيتها اتوالا كنت فلاح اتوالا تريكا وني تبدانا هاتخم بقرق دانا يعني زرخوا بيا خاها كم بروخوا لي هفجار هاتخوا خلي دارخوا لي بطر دواري وزرخوا لي بيا بالخون قماية الدخيوة خب الخون رزالتايوة خب الخون رزالتايوة بدانا تكوني يودغ حلقة صرت مصر تلقى إدات قرصيوة نيرة وباصول اللي بشارهم قدا تكوني يا تقول بيتا حل تمطينا جولا تليلي شرخ ولا أنجولي إذا تقول تستخد ما مهما يمي خلتن ما يشت الميوة طلو خيوة أن شور ميوة أن قرقريوة أن ما شكيوة أن جرسيوة أو ما يشت برناشا هذه السيارة التي تنتقل بالبضائع بين القرى
هي بمثابة دكانة متنقلة في مكان يتعذر على الناس الذهاب إلى التبضع، فالمعيشة هنا تتطلب صبرا وتحملا كبيرين تنوء به المرأة قبل الرجل، فهي التي تتحمل كل تبعات المنزل ويمثل جل عملها. قميت بختة جورب قايمة بصفاري بودي بخاق الصفطر تطالحن من دي تاوي والي شاي لي تنوى شاي لي تنوى خاق الصالخمة خاق الصالقبتة هاي بخليها وجورب زوال بالط والزوال شول أخزادة من دي هاي جيب قايمة بودا خاق الصالشول دبيتها وبدريا وخلق ما قد شانتك وبزوال مطيا والقورة أو بخاصد وأو بقد شهر قد شي وحيل فالقد يوم فالقد يوم باتي والبيت باتي والبيت قنيانة باتي ولا ترئز وطلطة وخلوي ولا مأري ولا مستيحن ومشتم زوال الشوليحن حلا أصرت أصرت جباتي وهرمشتن قبيت معاشي ومتي وريشيحن باها ويا وشويتا لها ويا وبدم خيوة اي اي وبزوال ان ماي بالطنك بقرشخ وما ينرحوقي وبتخوى تامخ خسعة حلف طنك المالي وماي وما يتخوى وبتخوى البيت ام باش لخوى طالن خاقصة وبلاي شخوى لخمة تنورة ولخمة سيلة وصحبة وكبيرة شول الدقيقة. تمثل الاكلات المشهورة في ازروك شنو والتي تتقن المرأة عملها فيه هي البرغل والرز اللذان يعتبران من أهم المواد في قائمة المطبخ في القرية. خليات سافري وإشال قخوة سافر ومرجليات طوال المرجليات الرابي. إشال قخوة جاري حين بلبلخوة على الجاري وحلوة يشيوة وقداقيوة على بيت ستاتة جمعيوة كد يوم دورة خبيتها. قداقيوة على وقرسيوة على إطوال انجرس تبقى كيتا. قرسخوة على بياحين ودارخوة على الفوخة وأي وإيخالة. الرزة جيك زارخ ولا نيتا ما تخمك الرزة بس قصة كنت خطير ديانو بودخوا الرزة جي ما يدخوا على آبا جي ما يتيوا على جاري والبيت دواري وإتوا جنجاري خطي حت حالي هذا كودخوا أي وإي خالد يا مضيرة يواو خمصيات يواو ماشي يواو طلوخي يواو أني وإي خليات قماية فالا قماية شالقخوا قرقر ويأتيوا بختات كلك ديقي والب خشلته جميع كلها خماتة وجوانقة حتى يعني الراب اختاطة راب وقور راب من منين يأتي وزمري وخشلي والي أو خنش أو رضبة وقرقر أو قرسة داري والي وبتي وكل كد بيت كد ليلة تخبيته محبة جئتها كبيرة بس متعبة بتي وكد يوم كد ليلة من قصرته وهالقدمته بتي وتخبيته أني باتي قورة خمكي تري وما تاي يعني تري ليلة واتا يلا خلصي والي باتي وبقرسي وبزمري وبخلي وبشاتي وبكيفي ولببسي لي. لا تختلف العادات والتقاليد في أزروك شنو عن باقي أخواتها المجاورات، وتمثل احتفالات الزواج عندهم طقسا مفعما بالغناء والابتهاج الذي يستمر عدة أيام. أولا أنا قلت لنوا طلبخوا يعني وطلبي وبختاتا بزاوة على بجميع وعلى ناشد ماتا كلها قوري وبختاتا بزاوة على البيت بي كالو بباب كالو باتي ومحكيها مغدادة اجا ايتن ومن دي ليتن ادو خيدا ومن هدية لبراتي طالخ لا او من دي قبيوة او بقطيوة برط البريشين نيشان كالو بقطيوة لو ايضا تيوة على الاغدادة بزاوة على باب خطنا الايد اخوانا باب كالو فسخي ومكنكلي وبزمري وبخلي وحلي وتديين برجعي وكنت خبزاوة البيت ديو كبيرة بس متعبة يا خا التريشي اجد زاوة لميتي ولا كالو خلق لخيطة يعني وطلعت يوماتا تعيقوا مطربايا بودوا حفلة يخالة طباخ ونالتوا بختاتين بشليوة بشليوة ظلمي ومبشليوة كبة ومبشليوة صابر ومبشليوة رزة وأنيوة من دي مبشليوة طلعت يوماتا ليلو يوما كوايا حفلة. كانت البيوت في أزروك شنو في الماضي من الطين والأخشاب، ولم تكن حصينة ضد العواصف والأمطار والشتاء الصعب في هذه المناطق، إذ كانت بيوتا بدائية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني. طينة وراكيد قاتا
كارفيو بريش يعني دلو اوبيو كم عايش انت متواتا لتو ايجا بس با ما مجبور اخوة شو من دي اللي عايش اخوة باجر ايجا معيش انت رش متواتا ايوا يعني هات خلي قلع دلو اوبيو وطيعنا ايوا يعني كم معيش لتو هلا ان اوبر ايوا لوني قطوخوا لي مخ بلوكي ليتن هذا دار خو الطيله اللي حلوى شي و دار خو رشقوده بان خو انا قيس ما توه ما توه ريشه هنا هماي. تظهر منافع البنيان الجديد الذي ارسى قواعده هنا الاستاذ سركيس اغاجان واضحه للعيان، ممزوجه بامتنان كبير وملحوظ من اهل القريه والقرى التي تجولت فيها. فالحياه الجديده في ابزروك شنو تمثل عندهم صباحات جديده في بيوت جديده ذات مواصفات مدنية يحتمون تحت سقوفها في الصيف والشتاء. تعرضت أبزروك شنو إلى التهجير عدة مرات، حالها حال القرى الباقية في زاخو بدعوى أنها على الشريط الحدودي. ترحيل يعني ماتا يا أخوة تيلي عمر قرار كيمر لازم ماتا رحلة مخا يا بتمها لازم رحلوتن يمكن أيقع عرباي قميتي لأخا أخني قم هجري لن زلن داودية وزلن الدهوك وزلن الزاخو خكمة وخكمة مبربز لي زلن البغداد كد اصرباتي كد خمشباتي زل اخا دكتا حال بريلا ايا وخرتا خلق خرتا رجع لن رشمات وبطر دير خلق لهم هجران زلن ليها افزلك ميري ادا كبرت ترين اخرى زلن هجران تاما مو تاما حكومة اخا منع تجولي لك باري ومتواتا كالي واخا لك قبلي بس تاما حد ديهني وخلق لخرتا شي إيه 74 لكذا كمان هجر زلن بغداد وخلق لخنا مهجر نقل خريطة هجم هجريلا زلن تني وداودية جم هجريلا زلن تاما كيمر أخا محرمي له موقع عسكري بايش لجبر ناشي بيشي أخا بعدين جم نبيلا تاما تاما نخطرن ودرن واسطة ما صحيح جبت ودرن واسطة تلن مالطاي ذهب جب دوك تلن كل الأوى ماتا تلن دوك على مالطاي سكنن تاما تقريبا سريشني سكنن تاما وأخا ماتن عرباي كخليوة متيلة عرباي كلها وأراتن ولا تاع عرباي جم مرميلة وجمخليلة وأرضية كلها ولا طالعها يعني أخنا هذا خذي. الزراعة والرعي والحصاد تبقى صورة أصيلة لمجتمع القرية في هذه الأنحاء وفي عموم أرض الرافدين الغنية بالماء والأراضي الصالحة لذلك. ولقد كانت الزراعة في الماضي عند أهل أبزروك شنو تتجسد في آلات القديمة التي تجرها الحيوانات
ويشقى فيها الإنسان. قمايا بس قربي بس بطر ديقة بطر سكننا يا أخا ودلة فلاحوتة زريلة زروتة زريلة وقصة قصة وحلدها زريوة خطيك زريوة صاريك زريوة خرطمانك زريوة طلوخي باقلي أني يعني زروتك زريوة. كل غروب شمس يتبعه شروق جديد، وكل اغتراب تتبعه عودة مفعمة بالحنين. وأزاء ذلك كان لابد أن يتحقق الحلم الصعب ويعود أبناء أبزروكشنو إلى حضن أرضهم. بيت واتلت زلوان التركي مهجر زل التركي أي قد تيل حكومة ودوه كذا فرغ لي كل كردستان فرغ له زل التركي أغنى زلوان التركي زلوان بالله تمام. بعدين تيل أمريكاي وأني زولاته تيل كيم لازم رجعوتن أخنا رجع لن أخنا تيلن قالت ولا لا بيتها لا شادراتها لا خمدي هم هاتها ظلوت إخوة تيلن أخا هاي كي تيلن قد دوا ماتا كبراتا كبرخ كبراتا قبراني قبراني ويدالا قيتا وبجل سلتوا خمك ناليون متيلن ودنا مخشادراتا وهذا سكننا جاوا قديلا. بعدين أي شيء تأخرت خمك بات أبرا ويدالا خمك أنا كمهن فيش خاطري تتذكر هتغى ويدالا وتنزل لهم جوا عبالا قصر غربي لي إيه بطلا رجع لنا أخا أرى تنقم يويلا وبني لأني بات طالا أني قصر واني ها 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 هو تنبغزايا دولة ريشوخ ريشد سرقس آغا جان يعني شو من دي دالك ناقصلا ده جنو تيلا انتولا قدني بيتواني بس يميلاي قمايا قدني كوخك يا اخوان والله تشلي تشلي جم اخرينا اقبري يعني حشرات جم اخرينا قبل ده بس ده الحمد لله والله يعني نعمد بابو آله الى ده. من يتطلع الى أبزروك في نظرة عامة على ارجائها لابد أن يلمح من بعيد قرية سوريا الشهيرة التي تعرضت إلى إبادة وحشية في الستينات من القرن العشرين. وأزاء ذلك وددت أن أعرف ماذا قدم لهم إخوانهم هنا من مساعدة. واتر بنقله ولم هجري شيت اشتي تشا مهجرا ومقتل لي سوريا أخا حكومة قم قتلي لي قرداي وسوراي مغدادي قرداي وسوراي مغدادي خاكمري ولا عبد الكريم جحيشي جمداري الكوتانا وكليل قطرة وبغدارات بيها قاشديان مختار كله جم قتليلي وتقريبا تشي خمدي قتلي اي جام سوراي وقرداي قصوريا اغنى اخي وخا وأني كلها يجب قصري لي أخنا نزلا مثلا وجياهن ومن ديان دياهن أربا دياهن وخطة دياهن كلها أخنا نجم حامغنا ونشوات دياهن يخوا جم ما يتغلى جم زبنغ لطالهن ولا أنت دان بيش تدان بيش لي أنا قطلي قطلي أنا خلي بيشوا لي ولا طالهن زبنهن ولا معيشة دياهن. أبناء أبزروكشنو متراصون متحدون فيما بينهم، يعيشون متكاتفين وكأنهم عائلة واحدة وبيت واحد وقلب واحد. قما بامران حال بختاتا بختاتا نبلا وخب حال بس خبر ولادة كتخة من بيت بقايمة بزاوالة سيارات علي تنوى سيارات اتواشي شوارع دي انترابي وليوا أخونا ميتي با خونا حيواني سستة ناوي اوا كودنت اوي اوا طرسي والا متكبري والا خطري بختاتم داني قوري بزاوالا وترطلطة ظلامي منا مسقي والا الزاخو ليه ما دكتتا بيا الزاخو اقرا نقيبا اكتريا زاخو هتخا وخا باشوان الصاخ يعني وهذا كلن قيم خواب واجب
يعني ناشد ما تاكل قيمي وابواجه. هؤلاء الأطفال الذين يحلمون بأن يبنوا قصورا من الرمال، ما هي إلا بدايات أحلام وأمنيات بمستقبل أفضل وغد أجمل، أمنيات تكبر مع آبائهم وتنمو لتصبح صباحات ممكنة. أميتي ما أمرنا بس ما أجيب أخوة على مسمي ولا نورم جو إيراق وهاي ولا أرخى زنواتي ونشواتا يعني زنوات أخوة خاز أخوة أقدادي ميديا أيلا بس أوان ورسا ميوة من إيراق لا بس طالم خودة كل ناشط إيراق يمي. أمنيتي والله يعني عراق بسمة يعني ناشها مرتاح وضعها مستقر المزالة واتي يعني تكل علمة تطلبه بسموتها وطووتها ونيخوتها أني سرايا ديا بربزوا علي يعني فتوى الأبالة فتوى لأهل سراي ذهب جم جمعي له كل كتخة متواتوا ماتوا ويعني كبيرة أخرا شكرخ سرقيسة غجان جم جامع لي أني سراي بربزوا علي فتوى علي يعني فتوى علي لو 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 الدنيا جم جامع لي ده زال الديرابون بخازن أما ناس السوراية زالي بيشابور هذا خل زالي قرهولا هذا خو بغلوجة وسوريا كل جمع على السوراية أخلاق شكره ما هو من دي جم ما جمع لي أني سوراية لو أطرى وشكره تا سرقي ساغاجار وأخنا ممنون منه وخون أوتومسين. عزيزتي ليندا، أصر أبناء القرية على توديعي وفريقي بعد جولتنا عبر تجمع مزدان بالأغنيات والمحبة. صديقتك نضال منصور. أوي فلاك جبعي تشيت أسشتم جهبالم أمري متشارد يا خيادك من كلام جارك بتني فلك مرادا من تبجيناني هنا شكون وجد عذاب دلي من أرضنا لطوي فلاك اي فلاك اي فلاك مال داري جبامي تشو فقيري الجمداني وان هفالاج بير كريم توا بشتا خود دان من انا فا بخود يا وزفروتن برزاني اوي فلك اي فلك اوي فلك.